غير صحيحة، والله المستعان. طيب ننتقل للمقطع التالي. قلت لكم الإمام السيوطي، السيوطي يلقب عند العلماء خزانة العلم، ما شاء الله من كتر معالم. إيه ما شاء الله. الإمام جلال الدين السيوطي يقول: أحفظ صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ عليها لم يلحده في قبره إلا سيدنا محمد. أها، يعني إذا تصلي بهذه الطريقة وتموت، يعني بكرة بس تموت ما بتلاقي غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استلمك من داخل القبر. الله أكبر. الله أكبر. وأنت مصدق هذا الشيء؟ والذين أمامك يصدقون هذا الكلام؟ هل تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته في حياته ولم يلحدها هو؟ بدك إياه يلحد السيوطي ويلحدك أنت؟ طيب، هذا الذي اخترعه السيوطي، اللي عند اللي أنت مصدرك فيه السيوطي، كان غائبا عن الصحابة وغائبا عن التابعين وغائب عن الذين صنفوا في الحديث البخاري ومسلم وابن ماجه وابو داود والترمذي والنسائي وقبلهم الامام احمد والامام الدارمي، غائب عنهم كلهم، حتى عرفه السيوطي في المئة التاسعة من الاسلام. كيف عرفه السيوطي؟ خزانة العلم واعلم واحد وما شاء الله من كثر معالم، كيف عرفها؟ من اين جاءت له؟ رآها بالمنام مثلا؟ لحده النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ انت تعرف كيف مات السيوطي؟ تعرف كيف مات السيوطي؟ انا عملت عنها حلقة، راجعها. المشكلة أن مثل هذا الناس تصدق. يعني شوف، أنا ما آلمني كلامه لأني معتاد على يعني زور هؤلاء، لكن آلمني هذا الكلام الذي سيقوله الآن. أنا قلت للإخوة ما حبعطيكم هذه الصيغة إلا لمن يقرأ 10,000 حديث لسيدنا محمد. في أخ جاءني يوم الجمعة قال لي خايف موت قبل أن يعني ينتول 10,000. قلت له والله ما فيش الوعد 10,000. واحد جاءه يتوسل إليه علمني هذه البدعة التي ابتدعها السيوطي لأني خايف أموت. تخيل كيف يصدقون هذه الخرافات، واحد خايف يموت. طيب لو كانت في الحديث النبوي، لو كانت من عند الله، لو كانت من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو وجدتها في الأحاديث وما احتجت إلى هذا الإنسان أن يشترط عليك، بغض النظر عن أن شرطه كان يعني شرط جيد أن يقرأ حديث النبي، هذا شرط جيد، لكن المشروط لتعلمه بدعة وكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من زمان السيوطي إلى يومنا جالس عنده بس أنه يلحد الناس بقبورها، يلحد أتباع السيوطي في قبورهم. بالله هل هذا الكلام يصدق؟ هل هذا الكلام يأخذه المسلمون؟ شوف كيف الصوفية هؤلاء. أنا عندي صيغة ما عند أحد، لماذا لم نجدها في البخاري؟ لماذا لم نجدها في مسند الإمام أحمد؟ لماذا؟ أهي من الدين؟ لا، من عند السيوطي. الله المستعان.